أصبح عندنا اخترنا 1000 قرية نشتغل من خلالها. تم اختيار الأول 143 قرية توزع على المحافظات، اشتغلنا فيهم، نفذنا تقريبا ما يقرب من 490 مشروع. المشروعات من ضمن 625، نسبة التنفيذ تعدت في خلال 6 شهور من يناير من ديسمبر حتى الآن تعدت 85%. إن شاء الله في نهاية السنة، نهاية 20 بإذن الله، يعني بداية السنة الميلادية الجديدة، إن شاء الله تكون المشروعات كلها تمت ما عدا 7 مشروعات، وهم دول اللي هيبقوا إن شاء الله المشروعات الصرف الصحي اللي بتاخد فترة أكتر. كل القرى اللي كانت أكثر احتياجاً إحنا حاصرينهم 39 قرية داخل المحافظة، بادئين بمرحلة الأولى الحمد لله خلصناها، كانت 11 قرية وتم تنفيذ النسب بتاعتنا ب 100%، والحمد لله يمكن احنا مرينا على هذه القرى وشفنا قد ايه رد الفعل المواطن والسعادة اللي كان فيها المواطن وهو شايف التحول الجذري في حياته. طبعا احنا عارفين قد ايه ان القرى كانت بتبقى فيها مشاكل كتيرة جدا، وخصوصا البنية التحتية وما يخص الأسقف ورفع كفاءة وإحلال وبناء كامل وفي رصف وفي أعمال كهرباء ومياه وصرف. حقيقي فعلا البنية التحتية بقت قوية لي.